انا ما ضيق خاطري زلة الرجال. ايه اقول انا ما تضيق خاطري زلة الرجال، بدا منه طيب بتعذر له بطيبة، لو انزلته بين الرياجيل ما تنقال، فانا اقدر الطيب ولا افكر اعيبه، اعيش برحابة وتميز بطولة بال، ورجال ماليبة ورجال هليبة، مخاوي رجل الاعمال اخاوي رجل الافعال، لو ان ما مع 10 دنانير في جيبه رفيقك، مخاوي رجل الاعمال اخاوي رجل الافعال، لو ان ما مع 10 دنانير في جيبه رفيق ما هو بيسوى ابيعه بنص ريال، ورفيق ابيع العمر دونه وما ريبه، ضعيف الروابع جعله الضيق والسلال، ولا طر واسمه ما له الا الف والخيبه، تغاضيت حشمه والتغاضي عن الامثال، اذا ما يزيد العز ما نقص الهيبه، يقولون كيف الحال واقول كيف الحال، يعذبني اللي كنت اغطي عذاريبه، تمرجل بطيبي يحسب انه شنيبه طار، ولا يدري اني لا بغيت احلق شنيبه، اكزه 3 ميال يرجع ب10 ميال، ارزه ما بين الناس والناس تدريبه، مع انه معي رخصه تعامل مع العيال، ولكلمة ما يبتخطيه بتصيبه، انا لا نويت الشي من الحال ولا المال، اطق الصدر واقدم على الشي واجيبه، ما يردعني ابن الال ولا رفيق الال مصيبه، واذا بقوم بقوم بمصيبه، لكن نردي ما يردعني ابن الال ولا رفيق الال مصيبه، واذا بقوم بقوم بمصيبه، لكن نردي لا صار ابن عم ولا خال، هذا والله اللي تبتلش وش تسوي بقى.